موجودة ومتوفرة وهناك أنواع كثيرة، وليس بالضرورة أن تكون أنواع غالية الثمن. كل التمور جيدة، كل التمور لديها نفس المكونات. والتمور من الفواكه الجافة طبعا، وهذه الفواكه لما تكون مادة جافة يكون المكونات بتركيز عالي لأن ليس فيها ماء، ولذلك فالتمور فيها تركيز السكر يعني من 50 إلى 80 إلى 85%، فهو تركيز يعني قوي ويعني تركيز مرتفع جدا، نسبة عالية من السكريات. هذه السكريات هي سكريات بسيطة، ولذلك التمور حلوة، لديها مذاق حلو. لماذا؟ لأن السكريات بسيطة، ليست سكريات مركبة مثل النشا أو البقوليات أو شيء. فهذه السكريات هي الجلوكوز والفركتوز والمالتوز والسكروز، كذلك شيء من الجالاكتوز، لكن يبقى الفركتوز والجلوكوز. طب هذا الاثنان تقريبا يمثلان 70 إلى 80% من مجموع السكريات، لكن في هناك أنواع فيها شيء من المالتوز، وهناك أنواع كذلك فيها سكروز يعني بنسبة جيدة، يعني هناك أنواع فيها 15 إلى 20% من السكروز. فالسكروز هو سكر المطبخ، هو الذي نضعه في الشاي، والجالاكتوز سكر الحليب ويكون مع اللاكتوز يعني هو، وسكر العنب هو الجلوكوز، الجلوكوز يسمى سكر العنب، والفركتوز يسمى سكر الفواكه. هذه هي السكريات البسيطة، سكر الفواكه، سكر العنب، سكر المطبخ، وكذلك سكر الشعير. هذا المالتوز هو سكر الشعير، يكون في المولت. فهذه السكريات بسيطة طبعا، هي لديها مذاق حلو وتمتص مباشرة، وهي ربما ترفع نسبة السكر في الدم أكيد. فالذين لديهم سكري يجب أن ينتبهوا، فقط المصابين بالسكري أن ينتبهوا للتمر وللعسل ولكل الأشياء التي فيها سكر. أما يعني باقي الناس فممكن يستهلكوا التمور حتى بكثرة، ليس هناك مشكلة. وهذه التمور فيها يعني نسبة عالية من السكريات، بعدها فيها ألياف غذائية، والألياف الغذائية الموجودة في التمور هي ألياف الفواكه. معنى ألياف الفواكه هي بيكتينات. ألياف الفواكه تكلمنا عنها هي بيكتينات، وليست سيليروزيس وليست نشا. هذه البيكتينات هي تمتص الماء، هي صوفت رطبة يعني لينة، ويعني وتتمدد، وهي التي تلين الجهاز الهضمي وترطب الجهاز الهضمي، وتحول دون تكون الإمساك الحاد، يعني تحول دون تصلب الفضلات في القولون. لماذا؟ لأن الإمساك الحاد هي هذه الفضلات تتصلب وتأخذ حجم كبير، وربما تتسبب في تمزق على مستوى المستقيم، وكثير من الناس ربما يلاحظون يعني هذا الأمر لما يكون لديهم إمساك حاد. فهذه الألياف الفواكه تحول دون الإمساك. ثم المكون الثالث الأملاح المعدنية، والتمور تحتوي على أملاح متعددة على رأسها البوتاسيوم. ويعني التمور لا تذكر مع المواد الغذائية الغنية بالبوتاسيوم، وهي أغنى من البقوليات، فتقريبا هي نفس المستوى في الحمص والعدس. هذه التمور هي 700 ملي جرام بوتاسيوم في 100 جرام يعني من التمور، هو يعني تركيز بوتاسيوم يعني عالي، يعني 700 ملي جرام. فالذين لديهم مشكل على مستوى الكلية كذلك أن يتحفظوا شيئا ما من التمر، لا يكثروا من التمر لأن فيها بوتاسيوم. لكن الأشخاص الذين ليس لديهم سكري ولديهم ارتفاع الضغط وأمراض القلب والشرايين، فممكن يستهلكوا تمر. لماذا؟ لأن هذه الأمراض بوتاسيوم هو جيد لها، بوتاسيوم يلين هذه الشرايين، وبوتاسيوم هو الذي يدخل طبعا في التبادل الأيونات مع صوديوم بوتاسيوم، هذا على مستوى حتى الجهاز العصبي. الأملاح طبعا، الفواكه تمتاز بالمغنيسيوم، والتمور تحتوي على المغنيسيوم كجميع الفواكه، كل الفواكه غنية بالمغنيسيوم. فالتمور فيها بوتاسيوم وفيها كالسيوم، فيها فوسفور، وفيها مونغانيز كذلك، نسبة جيدة من المونغانيز، شيء من النحاس والزنك، ويعني شيء قليل جدا من السيلينيوم. السيلينيوم ليس إلا غير موجود يعني في التمور. وهذه الأملاح المعدنية طبعا، لما يكون كالسيوم مع ماغنيزيوم فهذا شيء مهم جدا كما سنرى من بعد، لأن لما يكون توازن كالسيوم ماغنيزيوم فهذه مادة غذائية مثالية لبعض الحرف ولبعض الأمراض، يعني سنتكلم عن هذه الأشياء فيما بعد. ففي هذه الحلقة سنتكلم عن المكونات الغذائية وأهميتها. ثم المكون الرابع طبعا بوليفينولات، هذه المضادات الأكسدة، وأن التمر لديه لون داكن شيئا ما، ولماذا؟ لأن فيه مواد دابغة، فيه مواد يعني ملونة، وهذه هي المضادات للأكسدة، وهي من نوع البوليفينولات. والتمر فيه قوة مضادة للأكسدة أقوى من الخضر والفواكه الأخرى، يعني التمر قوية جدا في المضادات
المواد هذه المركبات المضادة للأكسدة. والتومور هذه المضادات هذه البوليفينولات الموجودة في التومور فهي تخفض الاي ال 6 هذه الانترلوكين 6، والانترلوكين 6 هي المسؤولة عن الالتهابات يعني عن الألم، وهي يعني التومور تخفض الاي ال 6، ثم التومور تخفض كذلك الاميلويد بيتا بروتين الاميلويد بيتا، وهذا الاميلويد بيتا هو الذي يكون صفائح لدى الاشخاص المصابين بالالزهايمر، وهذه الصفائح يعني في الجهاز العصبي هي التي يعني تجعل هؤلاء يفقدون بعض الوظائف ويفقدون الذاكرة واشياء. ومن الاشياء التي يقويها التمر هي يعني اول عامل، وهو عامل قوي وهو ما نحتاجه في وقتنا الحاضر، اول شيء يقويه التمر في جسم الانسان هو الميموري، هو الذاكرة، ويعني هذا شيء مهم جدا ان التحصيل والتركيز والذاكرة. فالتومور يعني اول شيء تقوم به في الجسم والجهاز العصبي قبل الاشياء الاخرى التي سنتكلم عنها، يعني الهرمونات وكذلك يعني الجهاز الدموي والامعاء والمعدة. فالتومور تبدأ بالجهاز العصبي، دورها مع الجهاز العصبي التركيز والأعصاب الباردة وكذلك الميموري هذا يعني الذاكرة وكذلك التحصيل. أشخاص الذين يحفظون مثلا يحفظون ويركزون، والطلبة الذين مثلا يهيئون امتحانات وأشياء، فاستهلاك التمر ينفع في هذه الأشياء. وهذا لا يعني على أن الشخص سيستهلك تمر 3 أيام ثم يقول لماذا ذاكرتي لم تتحسن. نحن لم نقول هذه الأشياء. التمور استهلاك يعني في الحياة تستهلكها 10 سنوات وعشرين وثلاثين وأربعين وخمسين، بمعنى أن تكون ضمن النظام الغذائي اليومي، لا يتهور الناس مع استهلاك التمور. ولكن يعني هناك من سيقول سأستهلك التمور بكثرة لكي أحفظ بسرعة، ولكي ممكن كل شيء ممكن، لكن يجب أن لا تستهلكها مع المخربات، مع المواد الصناعية، مع الجذور الحرة، ومع المقليات، ومع الحلويات، ومع البلاستيك، ومع الألمنيوم، ومع التفلون، ومع الكوسميتيك، ومع أشياء أخرى. نعم ممكن، لكن انظر كيف كان الإنسان يستهلك التمور لما كانت التمور يعني يكتفي بها الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يكتفون بالتمر والماء الأسودين. ولكن الآن لا يمكن الناس أن يكتفيهم بالتمور، ثم سيستهلك تمور مع مشروبات غازية ثم يقول أنا ذاكرتي لم تتحسن. يجب أن ينتبه الناس، لأن هذه ليست نصائح لفئة معينة، هذه نصائح عامة لكل الناس يفهم منها أن التمر قوي في التغذية فقط. التمر قوي في التغذية يعني عامل قوي جدا، وأن ينتبه الناس هو أقوى من جميع الفواكه. وإذا أضاف الناس له الفواكه الدهنية مثل اللوز والجوز فيكون هائل. وهذه يعني هذا التمر لديها خاصية أخرى، أن هذه البوليفينولات هي كذلك تتفاعل مع الريسبتور الأوسيتوسين، فالأوسيتوسين لديه ريسبتور في الجسم، وهذا الريسبتور فهو يتفاعل مع البوليفينولات الموجودة في التمر، والأوسيتوسين هو المكلف بانقباضات الرحم، عضلات الرحم، وهو لذلك التمر جيدة لنساء الحوامل، هذه يجب أن يستهلكها يعني منذ الشهر الأول، ويستهلكها دائما حامل وغير حامل، لما لا؟ لما لا؟ لا تنتظر المرأة حتى تكون حامل لتستهلك التمور، يجب أن تستهلك التمور يعني على طول يعني دائما، لما لا؟ فهذه من أشياء المهمة، لأن التمور تساعد الجهاز العصبي أولا، التركيز وال يعني الأعصاب الهادئة الباردة وأشياء هكذا يعني. ثم يعني الخاصية الثانية وهي قوية كذلك، وهي تقوي عضلة القلب. لماذا؟ لأن عضلة القلب لا تشبه العضلات الأخرى، عضلة الرجل أو عضلة اليد، أو عضلة القلب هي عضلة يعني لا تصاب بعياء، فهي تعمل دائما، والتمور تقوي عضلة القلب، وهذا خاصية مهمة جدا، لأن ما ينقصنا الآن هو هذه الأشياء. ثم التمور تلين الجهاز الهضمي، تقوي عضلة القلب كذلك، يعني تحد من الألزهايمر، فهي تؤخر الألزهايمر شيئا ما. ثم تحسن يعني تحفظ، ليس تحسن إنما تحفظ الذاكرة الميموري، وكذلك يعني هذه الأعصاب الهادئة، ليس هناك توتر ولا شيء. ويعني سنخصص حلقتين، من هم الأشخاص الذين يجب أن يستهلكوا التمور ويستفيدوا منها؟
في الحلقة المقبلة إن شاء الله سنتكلم عن هذه الأشياء، وسنتكلم عن فئات، هناك الأطفال، هناك النساء، ليس النساء الحوامل، كل النساء، وهناك المسنين، وهناك الممارسين للرياضة، وهناك الأشخاص الذين لديهم أعمال يركزون فيها، مثل الأشخاص الذين يعملون على الحاسوب، والطلبة مثلا الذين يهيئون امتحانات إلى آخره. يعني هذه التمور تدخل في تغذية يعني فئات، وما هو الدور الذي تلعبه بالنسبة لكل فئة، بالنسبة للجهاز الهضمي، بالنسبة للقلب والشرايين يعني الجهاز الدموي، بالنسبة للجهاز العصبي يعني هذه مخ الإنسان. الآن يجب أن تكون أشياء تريحه، فقط ألا يفهم الناس أن التمور يعني مادة سحرية سيأكل ويتناولها الناس، يستهلكونها لمدة شهر وشهرين ثم سيكون عباقرة. يعني هذه ليس صحيح، فقط أن تكون مادة ضمن المواد الغذائية، وهناك مواد كثيرة تساعد على الذاكرة، ومواد كثيرة تحول دون الشيخوخة. يعني أشياء ليس التمر فقط، يعني سنتكلم هذه المعلومات جديدة، التسجيلات الجديدة ستكون على هذا الشكل، أتكلم عن المركب التكوين، لأن هذه لا بد وأن نتكلم علوم، لا بد أن نعطي التركيز ويعني طبيعة المواد الكيماوية الموجودة في كل مادة غذائية، لأننا نحفظ هذه الأشياء لما لا، ثم لنثبت علميا ما نقول، ثم يعني كيف يستهلك، ثم ما هما يعني الفئات، وما هما الأمراض، ما هما الأشخاص الذين ممكن أن يستفيدوا منه. فالتمر ممكن أن يستفيد منه كل الناس، فقط المصابين بالسكري أن ينتبهوا. إن شاء الله، تحية طيبة لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى.